تشهد تونس في الآونة الأخيرة أزمة تزويد السوق بمادة البيض، مما عزز مخاوف المستهلكين من إمكانية الترفيع في سعر البيض أو تواصل فقدانها في ظل اقتراب ذروة استهلاكه مع حلول رأس السنة الإدارية. ولمزيد التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين فوزي زياني. مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير وتحية لكل المشاهدين قناة حنا بعد. شكرا لك سي فوزي. بداية، ما هو سبب فقدان البيض في الأسواق؟ السبب هو الاحتكار اللي قاعد يضرب في تونس وقاعد يستثمر في الأزمات اللي تعاني منها بلادنا. البيض متوفر عند الإنتاج عند المربين، لكن مع الأسف دخلت يعني مجموعة نقولوا احنا من المحتكرين من اللوبيات اللي هي قاعدة تحتكر في البيض وقاعد يتباع في مسالك موازية. احنا كنقابة تونسية الفلاحين نبهنا إلى ذلك منذ مدة وقلنا لكي ما نوصلوش للمشاكل هذه اللي قاعد نعينوا فيها الآن، يلزم كل حلقات التربية الحيوانية تربية الدواجن البيض بالخصوص نخصوا لها هامش ربح، يعني المربي نخصوا له هامش ربح، معمل الأعلاف هامش ربح، التاجر هامش ربح، وبذلك يكون البيض متوفر مش نسعره للمربي يعني التسعيره اللي كانت 980 مليم ثم ما نقوموش بالتسعيره وهيكله الاسعار لبقيه الحلقات المنظومه. هذا هو الخطر اللي نبهنا منه واحنا وصلنا له الان. يعني تقريبا احنا اللي عبر عليه رئيس الدولة مسالك التجويع هو اللي قاعد اللي نعيشه فيه في تونس. فما ناس تستثمر في بؤس التوانسة لأنه كعبة العظام اللي مازال الملاذ الأخير في حاجة فيها بروتينات، قاعدة ناس تحتكر فيه، لكن كذلك فما مسؤولية عند الدولة، لأنها لما هما يقولوا أنه فما مسالك تجويع، أين محاربة مسالك التجويع واللوبيات؟ لأنه الآن قاعدين هما اللي يفرضوا في الكلمة الأخيرة في السوق، هما اللي قاعدين متنفذين، هما اللي قاعدين يحدوا في الاسعار، والدوله لحد اللحظه هذه ما زالت ما ردتش الفعل. احنا نطالبوا بالاسراع بتحديد هامش ربح لكل الحلقات، بذلك نضمن أن البيض يرجع للسوق متواجد عند العطاره والاسواق الكبرى في الطرق العاديه، وكذلك نطالب بالضرب على ايدي المحتكرين لانهم هذوما مش ينخروا الاقتصاد ومش يضربوا كل المنظومات، وهذايا بطبيعه الحال مش يضر المستهلك التونسي. احنا لازمنا نخليه ونصب عيوننا المستهلك التونسي اللي ما قاش قادر على عديد المنتوجات، على الاقل في ظل البيض ولا الخضر الى غير ذلك يقدر يشري. هذا هو المطالبه. احنا نعملوا تشخيص انه فما مسالك تجويع تاكوردو، لكن ما نكتفيوش عند التشخيص، بل يجب الذهاب الى اكثر، وانه تحديد هوامش الربح ثم الضرب على ايدي المحتكرين والمستثمرين في بؤس الفقراء والمساكين. واضح، شكرا. اذا فوزي زياني عضو المكتب التنفيذي للنقابه التونسيه للفلاحين، شكرا على التدخل وعلى كل هذه المعلومات.